اهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونبدا حوارنا الرياضي مع الاستاذ حسام نور الدين الناقد الرياضي بجريده الصباح. صباح الخير يا استاذ حسام، كل سنه وحضرتك طيب. صباح النور يا مدام نجلاء، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين. خلينا نتكلم عن مباراه الاهلي في البدايه اللي جرت بالامس امام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، واللي انتهت بخساره النادي الاهلي. حضرتك شايف ازاي التشكيل اللي بدا بيه الكابتن فتحي مبروك، وايضا في ظل الغيابات اللي ضربت الفريق قبل المباراه؟ والله الكابتن فتحي مبروك يمكن عاد نفس السيناريو اللي حصل في مباراه الزمالك الاخيره في نهائي كاس مصر اللي خسرها النادي الاهلي 2-0. كان نفس علامات الاستفهام على التشكيل، ان انت يكون عندك لاعب زي ملك ايفونا انت دافع فيه 2 مليون دولار، قوه هجوميه كويسه جدا، ويفضل مستمر على مقاعد البدلاء. صالح جمعه اللي كان المفروض ان هو يكون افضل بديل لحسام غالي في نص الملعب، اللاعب اللي بيقدر ينقل الفريق من الشق الدفاعي للشق الهجومي، ما كانش موجود. طبعا في علامات استفهام كبيره على التشكيل، كان لازم يبدا بتشكيله افضل من كده. مش بس البدايه اللي كانت غير موفقه، حتى قراءه المباراه في حد ذاتها كان عليها بعض علامات الاستفهام. نفس السيناريو اللي اتكرر في مباراه الزمالك اتكرر في مباراه اورلاندو بايرتس، ان انت بتستقبل هدف مبكر. ماتش الزمالك كان الهدف الدقيقه 11، ما عرفتش تعوض بعد كده. نفس اللي حصل برضه في مباراه اورلاندو. طبعا دي حاجه غريبه جدا ما تعودناش عليها يمكن في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي كان بينزل بيفرض اسلوب لعبه على اسلوب اللعب بتاعه على المنافس. لاحظنا في المباراتين الاخيرتين دول انه النادي الاهلي بيستقبل اهداف وبعد كده ما بيعرفش يعمل العوده اللي كان دايما بيشتهر بيها، فدي طبعا مؤشر سلبي جدا، ويعتبر معدل الاداء في انحدار مستمر. لازم طبعا يكون في تدخل قبل ما النادي الاهلي يتعرض لنتيجه كارثيه في مباراه العوده. ونتفاجئ ان النادي الاهلي قدم موسم كارثي، لا دوري ولا كاس ولا كونفدراليه، والله اعلم مباراه السوبر ممكن يعمل فيها ايه السوبر المحلي. فده طبعا يمثل موسم كارثي لجماهير النادي الاهلي، خصوصا في ظل التعاقدات الكبيره اللي النادي الاهلي ابرمها، وللحد النهارده يمكن ما استفادش منها بالصوره الامثل زي ما كانت الجماهير متوقعه. طيب استاذ حسام، اسمح لنا معنا الرياضي الاستاذ احمد الدرملي وهو من جريده الشروق وموجود حاليا في جنوب افريقيا. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك وعلى الاستاذ حسام نور وعلى كل المشاهدين يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك قول لنا رايك ايه في المباراه اللي جرت بالامس، وتوقعات حضرتك لمباراه اليوم. يمكن انا بتفق مع الزميل الاستاذ حسام نور بان البدايه بمحمد هاني كظهير ايمن يمكن كانت مش كويسه، كان الافضل ان كابتن فتحي مبروك يبدا باحمد فتحي زي ما انهى المباراه في مركز الظهير الايمن، لان نعم. فتحي عمل شغل كويس جدا وعنده خبرات تؤهله للعب في هذا المكان. كابتن فتحي مبروك بنفسه امبارح اعترف معانا بعد ما قعدنا معاه كزملاء اعلاميين بعثة اعلاميه مرافقه للاهلي ان الدفع بمحمد هاني كان بس للسيطره على السرعات اللي بتتم في الاجناب من فريق اورلاندو، واعترف كمان ان محمد هاني ما كانش موفق في المباراه وعشان كده هو استبدله في الشوط الثاني. يمكن في حاله من الحزن هنا على اللعيبه وعلى البعثه، لان كان في طموحات كبيره ان الاهلي يقفل ملف الزمالك وخساره الكاس بالفوز على اورلاندو، لكن للاسف ما حصلش كده. الاهلي جه في هدف مبكر في اول 8 دقائق ما قدرش يعوض، لكن اللعيبه كلها ان شاء الله تتكلم والجهاز الفني ان التعويض ممكن في القاهره ان شاء الله. استاذ احمد، يعني استاذ احمد بدون قطع كلام حضرتك، اصداء الهزيمه على البعثه الموجوده حاليا في جنوب افريقيا؟ لا طبعا حاله من الحزن، لان بقول لحضرتك كان في حاله من التفاؤل كبيره جدا قبل المباراه، اللعيبه كلها كانت مهيئه، الجهاز الفني كان بيقول ان اورلاندو كفريق قد يكون هجوميا كويس لكنه من الناحيه الدفاعيه مش كويس، وكده يقدروا يتغلبوا عليه او ان الاهلي يكسب، لكن للاسف ما اتحققش ده. الاهلي منع مرماه بهدف مبكر وما قدرش يعوض، لكن زي ما بقول لك الناس زعلانه، اللعيبه والجهاز الفني، لكن عندهم يقين ان شاء الله انهم يقدروا يعوضوا في القاهره ويتاهلوا للنهائي ان شاء الله. الناقد الرياضي الاستاذ احمد الدرملي من جريده الشروق والموجود حاليا في جنوب افريقيا، شكرا جزيلا لك. استاذ حسام، تعليق حضرتك؟ بالتاكيد بتفق برضه مع زميلي الاستاذ احمد الدرملي انه كانت البدايه خاطئه في باشراك محمد هاني في مركز الظهير الايمن. احمد فتحي عنده خبرات كبيره جدا زي ما قلت في البدايه، انه كان ممكن يستفيد بلاعب زي صالح جمعه عنده حته ان هو يقدر ينقل الفريق هجوميا بشكل كويس جدا. والغريب انه كابتن فتحي مبروك كان صرح قبل المباراه بانه خط دفاع اورلاندو خط يمكن ضعيف شويه، لكن خط الوسط وخط الهجوم اقوياء على مستوى كبير جدا، كان المفترض بيه ان هو يسيطر على نص الملعب.
لكن لاحظنا ان النادي الاهلي يمكن امبارح حتى في قراءه المباراه في حد ذاتها التغييرات كانت متاخره جدا. مؤمن زكريا لعب 70 دقيقه، تخيلي 70 دقيقه مؤمن زكريا لم يظهر لا قطع كوره ولا مر الكوره ولا عمل اي عرضيه باستثناء كوره واحده ارتطمت في القائم، فده طبعا معدل سلبي جدا. النادي الاهلي يمكن امبارح لاحظت له اتيح لي 18 كوره عرضيه اتلعبوا خمسه منهم بس اللي كانوا متقنين، فطبعا في علامات استفهام كبيره جدا على اداء اللاعبين وعلى اداء الجهاز الفني في قراءه المباريات الكبيره بالذات. طيب استاذ حسام، يعني هل نقدر نقول ان الاهلي متاثر تاثر كبير بالهزيمه اللي مني بها امام الزمالك في نهائي كاس مصر؟ ما فيش شك طبعا، بالاضافه لغياب لعيب زي وليد سليمان، لعيب زي حسام غالي، بالاضافه للصفقات اللي ما استفدناش منها رامي ربيعه واحمد حجازه، في طبعا اثر نفسي كبير ان انت بتخسر من نادي الزمالك بعد يمكن سنين من عدم الخساره وموسم كارثي بكل المقاييس، ان انت تخسر دوري وكاس واحتمال ان انت تودع الكونفدراليه، ده قائم طبعا لان فرقه زي دي ممكن تيجي هنا في القاهره او في تعدي المباراه تتلعب في استاد السويس الجديد، هتعمل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي. كان يتوجب على الجهاز الفني ان هو يعالج اللاعبين نفسيا من اثار الهزيمه، كان يتوجب على الاداره ان هي تتدخل، اذا كنت لو محتاج طبيب نفسي يتوفر طبيب نفسي للفريق، ده مش عيب ولا بدعه، كان موجود في جهاز مانويل جوزيه قبل كده طبيب نفسي للتعامل او خبير نفسي للتعامل مع اللاعبين لازاله الضغوط والازاله اثار الضغط الجماهيري الكبير اللي الناس بتمارسه عليهم، وده لازم تنتبه له في الفتره اللي جايه، ممكن يتم الاستعانه بيه قبل مباراه العوده ان شاء الله. طيب يعني الشوط الاول كان فيه بعض الاخطاء، وايضا الشوط الثاني ما اختلفش عن الشوط الاول بكتير باستثناء بعض الفرص، يعني نقدر نقول على استحياء من الاهلي. فتحي مبروك المدير الفني اجرى بعض التغييرات علشان يقدر يدرك التعادل، ولكن لم يحدث ذلك. كيف ترى التغييرات اللي احدثها فتحي مبروك خلال المباراه؟ برضه هنرجع نقول تاني ان هو كان اخطا في التشكيل، كان ممكن التغييرات دي تبدا بيها وتوفر على نفسك التشكيل، كان ممكن الفرص اللي بعض يعني الفرص يعني التشكيل القليل. من البدايه كان خاطئ، التشكيل كان من البدايه خاطئ، التغييرات في حد ذاتها اتاخرت، كان لازم تتم بطريقه اسرع من كده، ان انت يكون عندك لعيب زي مالك ايفونا لما شفنا لما نزل عمل اكتر من محاوله على المرمى، لو كان بدا بيه المباراه يمكن كان ده فتح فرص اكتر واتاح فرص اكتر لزمايله المهاجمين. جون انطوي مثلا كان تحركه معاه افضل. انت اتاخرت جدا في التغييرات، لعبت توظيف يمكن خاطئ لبعض اللعيبه زي ما قلنا، غير انه احمد فتحي انت استنفذته في نص الملعب مع انه كان ممكن يؤدي اكتر في مركز الظهير الايمن. عندك مؤمن زكريا اتاخرت جدا في استبداله، عمرو جمال كان ممكن ياخد وقت اكتر من كده، كل الحاجات دي يسال عنها الجهاز الفني اللي ما قدرش يستفيد من الاخطاء، نفس الاخطاء تحديدا اللي وقع فيها في مباراه نادي الزمالك في نهائي الكاس، بالاضافه برضه انه ما عرفش يعالج الهفوات الدفاعيه اللي موجوده، نفس الهدف نفس الاخطاء كلها مكرره، اللي ما فيش ربط ما بين قلبين الدفاع محمد نجيب وسعد سمير وحارس المرمى شريف اكرامي، فكانت النتيجه ان النادي الاهلي بيستقبل اهداف بسهوله، ده ما كانش بيحصل قبل كده مع النادي الاهلي، كان يمكن المعدلات كانت افضل من كده بكتير. طيب الصفقات الجديدة اللي احنا تحدثنا عنها في بداية حوارنا، الصفقات الجديدة بالنسبة للنادي الاهلي واللعيبة المفروض ان هم كانوا يشتركوا، من وجهة نظر حضرتك يعني ليه ما تمش اشراكهم بشكل اساسي في هذه المباراة؟ والله دي حاجة برضو عند الجهاز الفني، انت المفروض ان انت جايب لعيبة وافقت عليها ولعيبة بمبالغ كبيرة جدا، كان المفروض ان انت تبدأ تأهلهم بشكل كويس جدا سواء من الناحية البدنية او الناحية الفنية، كان المفترض في فترة الإعداد اللي يمكن استمرت فترة طويلة ان انت تبدأ تجهز العناصر دي تحسبها لان انت تدفع بيها، بدليل انه لاعب زي محمد حمدي زكي لما نزل في ماتش الزمالك كان له دور كويس جدا وكان مؤثر، كان المفروض نشوفه في يعني كان المفروض نشوف لعيبة تانية ليها دور أكتر زي كده. برضو عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة برضو، يمكن سبب ارتباك دفاع النادي الأهلي سعد سمير ومحمد نجيب في مباراة الزمالك وفي مباراة أورلاندو بايرتس، إنه اللعيبة نفسها متأثرة نفسيا بعد التعاقد مع رامي ربيعة وأحمد حجازي، حاسين إنه في قلق شوية ممكن أقعد على مقاعد البدلاء، فده طبعا كان المفروض الجهاز الفني يعالج حاجة زي ديت ويوضح لكل لاعب إنه كل لاعب هيشترك وهياخد الفرصة اللي هو يستحقها في كل مباراة. انت النادي الاهلي او نادي الزمالك تحديدا بيلعبوا في اكتر من بطوله، بيبقى في الدوري المحلي الكاس في افريقيا، فمحتاج ان هو يدور ما بين اللاعبين، ما ينفعش تعتمد على 11 لاعب بس، ده بيحصل في الانديه الاوروبيه، انت بتشوف انت بتلعب اوروبا بفريق والدوري المحلي بفريق ثاني والكاس بحارس ثاني، بحيث ان انت تجهز كل المجموعه اللي تبقى موجوده عندك عشان تقدر تبدل ما بين اللعيبه بصوره طبيعيه، وبرضه ما اعتقدش ان هيكون مسموح او ان الجماهير او المحب النادي الاهلي هيقبلوا ان انت تعمل يعني موسم قوي جدا من الصفقات وتروح تجيب افضل لعيبه في مصر ومحترفين بره وفي افريقيا وفي النهايه ما تستفدش منهم، اعتقد ان ده طبعا ممكن يحطك في خانه اهدار المال العام، انت بتجيب لعيبه على افضل ما يكون وارقام خرافيه، يمكن مالك ايفونا جيب رقم يعتبر يمكن حاجه رقم قياسي بالنسبه للصفقات في الانديه المصريه، فلازم طبعا تستفيد منه بصوره امثل.
طيب المباراة القادمة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس هتكون يوم 4 أكتوبر القادم إن شاء الله. هذه المباراة هتكون بحضور جماهيري حسب القواعد المتبعة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، يعني هل نقدر نقول هيكون هناك صدام بين النادي الأهلي وزارة الداخلية خاصة بسبب الجمهور؟ والله الصدام ما بيكونش ما بين النادي الأهلي وبين وزارة الداخلية، النادي الأهلي مؤسسة وطنية ووزارة الداخلية مؤسسة وطنية، كل واحد فيهم بيطلع بدوره. النادي الأهلي طبعا حضور الجمهور هيفرق معاه بشكل كبير جدا، لكن ده بيتوقف على درجة الالتزام والوعي اللي بتحلى بيها الجمهور. لو في نية حسنة ان الجمهور هيروح يشجع بشكل مثالي وبشكل إيجابي، وده اللي ان شاء الله بنراهي عليه ومتوقع من جمهور النادي الأهلي، فده طبعا حاجة كويسة جدا الناس كلها هترحب بيها. وزارة الداخلية لا تمانع عودة الجماهير بشرط الالتزام، بشرط اتباع تعليمات الأمن والسلامة الموجودة والمنصوص عليها في الفيفا وفي الكاف وفي كل الاتحادات واللوائح. لكن في حال خروج بعض الجماهير عن النص او استخدام عبارات مسيئه، لافتات مسيئه، كل الحاجات دي طبعا مرفوضه ومحدش بيقبل بيها. ومن هنا بنوجه رساله لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله الاعداد اللي هتتواجد تتحلى بالروح الرياضيه وبالالتزام، وان هي تشجع فرقتها بشكل ايجابي جدا، عشان بس ما يحصلش بعد كده دروبات، نلاقي النادي الاهلي بعد كده بيتغرم مبالغ ماليه كبيره جدا، سمعه مصر بره بيتقال، في حالات شغب في الملاعب، كل ده طبعا عبء على الامن في وقت البلد نفسها مش مستحمل اي خروج عن النص من اي طرف من اي منظومه. بالظبط. طيب هناك بعض اللعيبه في تشكيله النادي الاهلي بالامس كانت تعرضت لبعض الانتقادات، ما ادتش زي ما احنا قلنا ما ادتش اللي عليها وما كانتش بتلعب بشكل المطلوب منها، منهم عبد الله السعيد اللي ما قدرش يعمل فارق في المباراة. هل المدير الفني في المباراة القادمة تعتقد أنه هو هيغير التشكيلة بشكل كبير عن المباراة اللي جرت بالأمس؟ هي القصة مش في ان انت تغير التشكيل، ان الفكرة ان انت توظف اللاعب داخل الملعب بشكل كويس جدا. عبد الله السعيد يمكن من اللعيبة، حتى الناس بتستغرب عبد الله السعيد، الناس مش شايفة انتاج كبير ليه مع انه بيلعب كل المباريات وبيأدي يمكن بطريقة الناس مش شايفاها كويس جدا، لكن هو مجهود البدني عالي جدا. الفكرة في طريقة توظيف عبد الله السعيد، انت عبد الله السعيد لعيب من نوعية اللعيب اللي بيحتاج مساحات تحت رؤوس الحرب عشان يقدر يتحرك فيها، لما بتدي له واجبات دفاعيه لا بيأدي دفاعيا ولا بيأدي هجوميا، فانت بتفقد لاعب جوه الملعب هو بيجري وبيعمل مجهود كبير جدا لكن الناس مش شايفاه، مش موظف بالشكل المناسب ليه بالظبط او بالمناسب بالنسبه لامكانياته. بالظبط. هي نفس التشكيله، العناصر الموجوده في النادي الاهلي على فكره عناصر على افضل ما يكون، ما نقدرش نقول حاجه، لكن اهتزاز المستوى او عدم ظهورها بشكل كويس جدا ده بيرجع لاسباب فنيه داخل الملعب تتعلق بعدم التوظيف او عدم التوفيق، بالاضافه لعوامل نفسيه لازم تقدر تراعي اللاعب. انت النهارده عندك رمضان صبحي المفروض اللاعب اللي النادي الاهلي براهن عليه وبيتقال ان هو خليفه محمد ابو تريكه امبارح كان في المباراه ما كانش ليه مردود قوي، في مباراه الزمالك نفس القصه، لازم المدير الفني يقعد مع اللاعب خصوصا لما يكون له هبه صغيره وفي سن مبكر، بيتعرض لضغوط، بيتعرض لحملات تشكيك، لحملات معينه مثلا من انه مش قد المسؤوليه، انه بيلعب وسط مجموعه كبيره، لازم تعالج نفسيا ولازم تاهل اللاعب قبل المباراه ان انت مطلوب منك ادوار. واللي بيستغربه ان الكابتن فتحي مبروك قعد تحديدا مع رمضان صبحي قبل المباراه في المران الاخير واتكلم معاه طلب منه تعليمات معينه، لكن في النهايه للاسف شفنا النادي الاهلي فريق بلا شخصيه في مباراة اورلاندو وفي مباراة الزمالك، وزي ما قلنا يمكن نفس الاخطاء في وقت مبكر جدا، ما بتعرفش تعمل عودة ثانية للمباراة، وده طبعا شيء يستوجب وقفة من كل المسؤولين في النادي الاهلي. طيب بعيدا عن مباراة الاهلي واورلاندو بايرتس، النهارده الساعة 9 ان شاء الله هتكون مباراة الزمالك والنجم الساحلي. يعني هل حضرتك شايف ان الزمالك هيقدر يعبر هذه المباراة بنتيجة ايجابية؟ والله كلنا ثقة في نادي الزمالك كممثل برضه للكرة المصرية وبنتمنى له التوفيق النهارده إن شاء الله، وبنتمنى طبعا إنه النهائي إن شاء الله يكون بين الأهلي والزمالك فريقين مصريين إن شاء الله. نادي الزمالك عنده عناصر كويسة جدا قادرة إن هي تعمل الفارق في مباراة، عايزين نقول طبعا المباراة على ملعب الملعب الأولمبي في استاد سوسة هتكون بحضور 12,000 مشجع، في 150 من اعضاء وايت نايتس تبع نادي الزمالك، لكن الملعب طبعا هيكون في حضور جماهير النجم الساحلي، وكلنا عارفين في شمال افريقيا فيبقى في ضغط جماهيري كويس جدا، لكن نقدر نراهن على العناصر الموجوده في نادي الزمالك، بالاضافه لانه نادي الزمالك بقى عنده النهارده خبره انه يكسب بره. لو رجعنا لنتائج نادي الزمالك في دوري المجموعات هنلاقي انه الزمالك قدر يكسب الفتح الرباط المغربي خارج ارضه، قدر يكسب صفاقس التونسي خارج ارضه، قدر يكسب اورلاندو بايرتس خارج ارضه، فدي طبعا حاجات كويسه جدا ومؤشرات ايجابيه، بالاضافه لجهاز فني قادر ان هو يتعامل مع المباريات الكبيره ويأهل اللاعبين نفسيا.
غير كده طبعا عنده حاله من النشوه، بيجمع الثنائيه الدوري والكاس، فطبعا دي كل دي عناصر ترجح كفته. بنتمنى له النهارده ان شاء الله التوفيق، وانه يرجع من تونس بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب يعني بالنسبه للخطه، طبعا احنا مش عارفين الخطه اللي هيلعب بيها المدير الفني في هذه المباراه، ولكن هل حضرتك تعتقد انه هيبدا بخطه هجوميه او طريقه لعب هجوميه، اما هيكون طريقه دفاعيه فقط من اجل تضييق المساحات على الفريق المنافس؟ والله معروف عن جيسوالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك ان هو بيلعب دايما بخطه لعب متوازنه بتضمن له الاداء الدفاعي الجيد مع التنظيم في نص الملعب والهجوم المرتد العاكس زي ما شفنا في ماتش النادي الاهلي. غالبا هو بيعتمد على خطه 4-2-2-1. هيبدا احمد الشناوي النهارده هيعود لحراسه المرمى، كان محمود عبد الرحيم جنش يمكن خد مباريات الكاس، احمد الشناوي بخبراته الدوليه حارس الاول لمنتخب مصر هيرجع النهارده. التشكيله غالبا مش هتخرج عن حازم امام في وحازم امام وعلي جبر ومحمد كوفي وحماده طلبه كظهير كرباعي خط الظهر. خط المنتصف في الدائره هيكون موجود معروف يوسف وطارق حامد في غياب احمد توفيق وابراهيم صلاح الموجودين مع المنتخب العسكري. بعد كده برضو ممكن نقول في الشق الهجومي هيكون موجود ايمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا وباسم مرسي مهاجم محيط بعد تعافيه من الاصابه، فدي طبعا اوراق كويسه جدا. بالاضافه عنده ممكن موجود بعض العناصر على دكه البدلاء تقدر تساعد في الشوط الثاني، لكن كلنا متفائلين ان شاء الله ان نادي الزمالك يقدر يقدم عرض طيب جدا ويقدر يرجع من هناك بنتيجه ايجابيه. طيب استاذ حسام اسمح لنا، معنا من تونس الاستاذ منتصر الرفاعي الناقد الرياضي بجريده الاخبار. صباح الخير يا استاذ منتصر. صباح الخير استاذه نجلاء، وصباح الخير لزميلي حسام نور الدين، وصباح الخير لكل المصريين، وان شاء الله دايما يعني في امن وسلام. استاذ منتصر، حضرتك ممكن تقول لنا استعدادات فريق الزمالك النهارده لمباراته امام النجم الساحلي اللي هتقام الساعه 9 مساء، الاستعدادات ايه، التشكيل، حاله اللعيبه شكلهم ايه، وايضا مشاركه الوايت نايتس في هذه المباراه؟ بالتأكيد يا استاذ نجلاء مباراة هامة جدا، النهارده هيستضيفها الملعب يعني ملعب الأولمبي بمدينة سوسة ما بين النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور ونادي الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية. الاستعدادات قوية جدا من جانب نادي الزمالك، يعني منذ وصولنا تونس صباح الخميس الماضي وبيرير عمل يعني زي ما بيقولوا يعني سياج أمني على الفريق في فندق الإقامة، حتى يعني بعد البعثة الإعلامية عن التواجد مع الفريق في نفس فندق الإقامة. وكان يعني المنظومة الإعلامية نادي الزمالك بتقوم بحلقة الوصل ما بين الطرفين. حضرنا تدريبة واحدة كانت أقيمت على ملعب نادي القنيطري في اليوم التالي الجمعة، هم عملوا تمرين أول ما وصلوا في الفندق كده لفك العضلات وكده. امبارح برضو التدريب كان مغلق على الملعب اللي هيستضيف المباراة. بالتاكيد انه فييرا يعني بيضع اهميه قصوى لهذه المباراه، كان كل في معظم الوقت بيطالب لاعبيه بنسيان مباراه نتيجه الاهلي والفوز بالكاس والجمع ما بين الثنائيه المحليه، وانه الهدف اللي شغالين عليه دلوقتي هو ازاي يحققوا نتيجه ايجابيه امام النجم الساحلي على ملعبه تسهل من او يعني تخلي الفريق في افضليه في مباراه العوده في 3 اكتوبر المقبل. الاوراق يعني زي ما كنت سامع حسام بيتكلم انه الشناوي هيبقى موجود في حراسه، يعود لحراسه المرمى بعد ما جنش ادى مباريات ولا اروع في بطوله الكاس وكان نجم الكاس الاول. في غيابات في نادي الزمالك احمد توفيق وابراهيم صلاح ومحمد ابو جبل المقيدين الافريقيا المنضمين للمنتخب العسكري، وايضا محمد ابراهيم بيغيب للاصابه. في طارق حامد بس طارق مش مقيد يعني من الناس اللي كانت بتلعب في الماتشات الاخيره. فالنهارده فيريرا كان يعني بيعود الى يعني الى الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها، فاعتقد انه حازم امام هيعود للجبهه اليمنى وسيستمر عمر جابر وطارق حامد في الوسط ومعهم معروف يوسف. وايضا في يعني لو احنا جبنا من التشكيل يعني المتوقع ان هيكون الشناوي قدامه علي جبر ومحمد كوفي قلبي دفاع، حازم امام على اليمين وحماده طلبه على اليسار، مع ثلاثي خط الوسط معروف يوسف طارق حامد وعمر جابر. في مفاضله ما بين انه يلعب بمصطفى فتحي
او ايمن حفلي من البدايه بجوار محمود كهربا، وفي خط الهجوم هيكون باسم مرسي. بالتاكيد انه لو اتكلمنا النهارده على النجم الساحلي التونسي بيقود فوزي البنزرتي، مدرب مخضرم جدا حازم، دكتاتور زي فيريرا في قراراته، بيجيد التعامل مع المباريات، وده انعكس على انه يعني انهى الموسم هو يعني افضل الفرق التونسية حاليا. عنده مهاجم قوي جدا بو نجاح، بغداد بو نجاح، ده هداف الفريق في الدوري. عنده غيابات مؤثرة، انما هو نجح نتغلب عنها، بنتكلم عن لاعب بحجم خليل بانجورا الغيني والكاميروني فرانكوم، ولاعب خط الوسط زياد ابو غطاس، واللاعب محمد امين بن عمر، وده لسه بينتظر قرار طبي انه هيشارك او لا. انما يعني النجم الساحلي زي الزمالك بيستطيع التغلب على 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 الغيابات. هو كان عامل ماتشات قويه جدا، يعني مباراته الاخيره في دوري المجموعات نجح ان هو يعني يفوز على الترجي التونسي بعدما كان متخلفا بهدف، فاز في الدقيقه 89 ب2-1. انما هو انهى المجموعه في المركز الثاني خلف النادي الاهلي المصري، وبالتالي كان يعني واجه الزمالك، وحقق بطوله وحيده في الدوري في تونس هذا الموسم المنتهي بالفوز ببطوله الكاس، وكان بفنش الدوري ثاني بفارق نقطتين فقط على النادي الافريقي بطل الدوري. نعم استاذ منتصر. نعم استاذ منتصر الرفاعي الناقد الرياضي من جريده الاخبار، متحدثا الينا من تونس، شكرا جزيلا لك. استاذ حسام، يعني زي ما الاستاذ منتصر قال ان هناك غيابات في صفوف النجم الساحلي التونسي، هل حضرتك تعتقد ان ده هيكون عامل مؤثر يقدر يستغله فريق الزمالك؟ والله بالتاكيد نادي الزمالك برضو عنده غيابات مؤثره، ما نقدرش ننكر مجهود احمد توفيق وابراهيم صلاح، دول من افضل العناصر اللي بتادي في نص الملعب في الفتره الاخيره. برضو طبعا لازم فييرا كده يلعب على الغيابات الموجوده، لكن بنحذر من ناحيتين، اولا الافراط في الثقه بعد الفوز على النادي الاهلي والجمع بين الدوري والكاس، ده طبعا ممكن يكون عامل سلبي لو ما تمش استغلاله بشكل كويس جدا، ان انت تحفز اللاعبين، دي مباراه ودي مباراه ثانيه، بالاضافه ان انت بتلعب مع فرقه كبيره جدا على ملعبها ووسط جمهورها، 12000 متفرج من شمال افريقيا، حاجه مش قليله جدا. عندك في عناصر موجوده في فرقه النجم الساحلي لا يستهان بيها، بنتكلم عن ايمن المسلوسي في حراسه المرمى، حارس عنده خبرات كبيره جدا، عندك حمزه الاحمر، عندنا زياد بوغطاس، عندنا لعيبه كويسه جدا، بالاضافه زي ما قال زميلي منتصر المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، ده عنده 6 اهداف في الكونفدراليه من افضل المهاجمين. النجم الساحلي طبعا بنحذر برضه نادي الزمالك من التعامل مع الضربات الثابته، هم بيجيدوا الجزء ده بشكل كويس جدا، بيجيدوا خلق المساحات لانفسهم، لكن واضح ان نادي الزمالك مكتمل الصفوف خاصه في خط الدفاع والوسط، ده يمكن من ضمن العناصر الكويسه جدا اللي بتدعو للتفاؤل، لكن مع دول شمال افريقيا تحديدا ومع طريقه اللعب في تونس ما ينفعش ان انت تطمن لفريق زي النجم الساحلي، المباراه ما بتخلصش الا مع صافره حكم المباراه، لازم يكون نادي الزمالك يتوقع الحذر لابعد ما يكون، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفه ويقدر يرجع لك بال3 نقط ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك وايضا للنادي الاهلي في مباراته القادمه يوم 4 اكتوبر القادم ان شاء الله. احنا في الأستاذ حسام نور الدين الناقد الرياضي بجريدة الصباح، شرفتنا في قناة النيل. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتهى حوارنا الرياضي، موجز الأخبار بعد قليل مع زميلة منى الشايب، انتظروها.